وهذا ثاني يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة في الصلاة، مع الملاحظة أن بعض الأئمة لا يتركون وقتا للمأموم لقراءة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، على الإمام والمنفرد ركن، لا بد من قراءتها في حقهم. وأما المأموم فهذا اختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى أنه تكفيه قراءة الإمام، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يقرأها. والصحيح التفصيل في الصلاة السرية، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها الإمام لا يجوز للمأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، لا بد أن ينصت لقراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام قرأها، وإن لم يمكن فإنه يستمع لقراءة الإمام وتكفيه إن شاء الله.